مع انطلاق موسم الصيف، ما هي أبرز المؤشرات الفندقية عن الحركة السياحية في لبنان؟ وهل صحيح أن جنسيات جديدة بدأت تزور لبنان؟ مقابلة مع مديرة التسويق والعلاقات العامة في فندق لوغري تشرح المعطيات. سنة 2017 كانت سنة كتير حلوة من ناحية التغيير يلي صار للسنين اللي قبلها. أول فصل من السنة كان نتيجته كتير حلوة والأرقام مشجعة. صعبة كتير نتوقع بطريقة دقيقة، ولكن المؤشرات بتقول إنه كل شيء بوزيتيف. طريقة الحجوزات عم تجي بمدة قصيرة، يعني بالشهر ذاته أو بالجمعة ذاته أوقات بيطلعوا الحجوزات بطريقة البيك اب بنسميه نحن، بيكون كتير in the week for the week أو in the month for the month. بس برضو لقدام في عنا أرقام كتير مشجعة، منتظرين صيف كتير حلو بإذن الله بأوتيل لوغري. نحن الاستراتيجية يلي اتبعناها هي إنه ننوع الأسواق يلي بده يجي منها الضيف الأجنبي، وهيدا الشيء عملناه لحتى نحافظ على الاوكيوبنسي اللي عنا اياها، نحافظ على الزائر اللي بده يجي بكل اوقات السنه. وهذا الشيء نجح، لانه اليوم لما بنطلع على الارقام بنلاقي انه عنا نسبه كبيره من الاوروبيه، نسبه كبيره من امريكا الشماليه عم يجوا لعنا. في عرب، اكيد في عرب. العربي ما بفتكر بيوقف بالاجمال بيجي، ولكن في تغيير من السورس تبع العربي اللي عم يجي. يعني اليوم عم نشوف في اكثر كويتية، إماراتية وأردنية. على صعيد البلد عم نشوف إنه كمان لما نمشي على الطريق منشوف، يعني أنت اليوم ببيروت بوسط العاصمة دايما بتشوف في سياح أجانب، عم بتشوف إنه في جنسيات ما كنا نشوفها من قبل كمان. يعني عم نشوف من آسيا، عم نشوف من أوروبا مثل ما قلت لك وعم بيجوا على الجري، عم نشوف من أمريكا الشمالية. في مشاكل ما رح أقول لك لا، بس في شغلة كتير حلوة بيتميز فيها لبنان، ما بعرف إذا هيك صارت مثل شارم إذا فينا نستعمل الكلمة عنده إياها. السايح لما بيجي على لبنان لأول مرة وبيقول لك إنه أنا بدي أرجع إجي، هيدا شغلة بتخليك تشوف إنه حتى الأمور السلبية بالبلد عم بتشجعه يجي وعم بيخدها كشارم. يعني في اليوم كلمة دايما بيستعملوها كيوتيك بيروت، ما عارف كيف بدنا نترجمها للعربي، بيروت الفوضوية. يمكن هيدا شارم عندي بيروت الناس عم تستعمله.